أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم على قناة سرحان برو مرة أخرى في هذا الشرح الجديد. اليوم سنتحدث عن كيفية التحكم في أجهزة سمارت تي في بواسطة الهاتف فقط. بمعنى آخر، هو كيفية تحويل الهاتف الذكي إلى تيليكوموند أو لا ريموت كنترول. نلتقي بعد قليل. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. العملية هذه أصدقائي الأعزاء غادي نحتاج لها جوج الأشياء. الشيء الأول هو أنك توفر على هاتف ذكي. علاش هاتف ذكي؟ لأنه باش نحمله لكي يتم تحميل الأب أو التطبيق الخاص بنا اللي يمكننا على أنه نتحكمه بواسطته بجهاز ديال سمارت تي في. هذا واحد. ثانيا، على أنه يكون عندك الواي فاي مشبوك على جهاز ديال سمارت تي في. هادو جوج ديال الاشياء. الان التطبيق بالنسبه لكل الاجهزه ديال سامسونج غادي نحتاجو كما كتشوفوا امامكم على الصوره، سمارت ثينك. الاجهزه ديال ال جي غادي نحتاجو اس جي تي في بلس كما كتشاهدوا في الصوره. وبالنسبه للاجهزه ديال سوني غادي نحتاجو سايد فيو كما كتشاهدوا امامكم. غادي بالنسبه للاجهزه ديال فيليبس وباناسونيك غادي نحتاجو كما كتشاهدوا معايا على الصوره تي في ريموت. بالنسبه للاخوه اللي كيمتلكوا اجهزه اخرى ديال خاصه الاجهزه ديال اندرويد، فهناك تطبيق رائع جدا به مجموعه من الخصائص المميزه، وهو كما كتشاهدوا اندرويد تي في ريموت كنترول. بالنسبه للاشخاص او الاصدقاء اللي ما وجدوش التطبيق الخاص بالجهاز ديالهم، فيمكن لهم يستعنوا بتطبيق هو تطبيق يونيفرسيل يشتغل على كافه الاجهزه، والاسم ديالو كما كتشاهدوه هو كالاتي: شور يونيفرسال ريموت. هذا هو الاسم ديالو، يمكن لكم تعتمدوا عليه. اذا نمر الان للتطبيق ديالنا او للجهاز ديالنا، على اننا باش نوضحوا لكم الاخوه الاعزاء كيف يشتغل معنا التطبيق ديالنا ديال هذا اليوم لاجهزه سامسونج. اصدقائي ما حملنا التطبيق، غادي نقوموا الان بالفتح ديالو. انتظروا قليلا، تظهر لنا هذه الواجهه. هذه الواجهه هذه هي اللي كنسجلوا فيها السامسونج اكونت ديالنا والحساب ديال سامسونج اللي موجود على الجهاز ديال سمارت تي في. وبالنسبه للاشخاص الذين لا يعرفون كيف يفتحون هذا او كيف ينشئون مثل هذا الحساب او حساب ديال الجيميل، لقد وضعت موضوعا بسيطا وسهلا للغاية. يمكن لك فتح هذا الحساب في أقل من دقيقة، ويمكن لك أن ترجع أو تزور القناة ديالنا وغادي توجد فيها هذا الموضوع. إذا نعود لهذه الواجهة هذه. إذا ماذا سنقوم به الآن؟ إذا سنضغط إما أننا نكتب هنا جيميل ديالنا والمود باس ديال سامسونج أكاونت، او لا يمكننا نضغطو مباشره على هذه الايقونه هذه ديال كونتيني افيك جوجل، وغادي نشبكو مباشره في الجيميل ديالنا اذا كان موجود بطبيعه الحال على جهاز ديال الهاتف. اذا انا غادي نختار هذه الاسهل. اذا غادي تظهر معايا هذه الواجهه هذه. هنا غادي نختار سامسونج اكونت ديالي اللي موجود على الجهاز ديال سمارت تي في. إذا ما علي القيام به الآن بعدما فتحت التطبيق بالحساب ديالي ديال سامسونج اكونت اللي على الجهاز ديال التلفاز، غادي نضيف الآن الجهاز ديال التلفاز باش أنني نخرج الريموت كنترول بحال هذا على جهاز ديال الهاتف الذكي. إذا نأتي إلى هذه الأيقونة، إلى بليس، نبحث عن الجهاز، نأتي إلى هذه الأيقونة تي في، ثم نختار سامسونج.
ثم نضغط على تي في، يطلب مني أن أشغل لوكاليزاسيون، ثم نعود وي، ثم نبحث على جهاز التلفاز، سيظهر في البحث لو ديبي، ثم سويفون، ثم نضغط على هذه الأيقونة تيليكوموند، ثم اختار جهاز التلفاز. بالنسبة لي أنا هو هذا، ثم أضغط على هذه الأيقونة. هنا ظهر الجهاز، لقد عثر عليه ويطلب مني إدخال الكود بين. هذا الكود بين هذا غادي يظهر أمامنا الآن. ها هو كما كتشاهدوه، هذا هو الرقم، غادي نحاولوا ندخلو هنايا. أتممنا إدخال الرقم ثم وضع تيرميني. نتم عملية التسجيل، ثم يعطينا نضغط اوكي بالريموت كنترول، ثم تيرميني. لقد تم إضافة الجهاز. إذا هذا هو كما كتشاهدوا، هذا هو الجهاز ديالي، غادي نقوم بالفتح ديالو. يطلب مني تحميل مجموعة من الإضافات، أضغط كما تشاهدون على أنه يحمل. بعد اكتمال تحميل تلك الإضافة يصبح على الشكل التالي. إذا نضغط على بركة الله على تي في سامسونج، ثم تظهر معنا شاشة الريموت كنترول اللي هي هذه. إذا هذه هي الشاشة ديال الريموت كنترول. نجربوا دابا التيليكوموند ديالنا واش غادي يشتغل ولا لا. إذا غادي نزيدوا في الصوت ديالنا مثلا، ثم نوقف الصوت، ثم نغير القناة، هاهي تغيرت. ثم نذهب إلى هذه الخاصية ديال الهوم كما كنظهر على أنها هي دي، لأن يمكن نتنقل فيها كيف ما بغيت كما كتشاهدوا، ويمكن لي نزيد الصوت، نقص، نوقف الصوت. إذا العملية هي هذه ببساطة. نتمنى على انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش الاخوه والاخوات الضغط على زر الاعجاب، وكذلك الاشتراك في القناه ديالنا الى عجبكم المحتوى ديالها، باش انكم تشجعونا نستمروا دائما في الجديد مع سرحان برو. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.